قبل ما نتكلم على الاختلال في التوازن النفسي، نتكلم أولا على ما هو طبيعي. ليزيموسيون أو المشاعر من الطبيعي جدا أي شخص يعبر على المشاعر دياله، سواء كانت غضب، فرح، توتر، خوف، لأن هذا شيء طبيعي جدا على حسب الموقف اللي سيتواجد فيه الإنسان والحالة دياله النفسية. يعني هذا حق إنسان يعبر على الأشياء اللي عندنا في الداخل ديالنا. ولكن إمتى سنتكلموا على الاختلال في التوازن النفسي أو ما هو غير طبيعي؟ ملي هاد ليزيموسيون أو المشاعر تفوت واحد الحد طبيعي. مثلا الغضب، الغضب شيء عادي نتعبروا عليه، ولكن ملي كيوصل لدرجة العنف الكثير، هنا تيولي تيضر الإنسان، تيضر نفسه أو يؤذي الناس اللي معاه. يعني هنا تيولي شيء غير طبيعي. في التحليل النفسي أو لابسيكاناليز تنقولوا لا باثولوجي سو سيتو دون لي زيكستريم. يعني المشكل، امتى كنهضروا على مشكل نفسي او مرض؟ ملي تيفوت واحد الحد ديالو، يعني لي زيكستريم. اما الحاجه فاش كتكون في الحاله الطبيعيه ديالها، سواء خوف، حنا كاملين بشر كنخافوا، يكون عندنا غضب، تنفرحوا، هادو دي زيموسيون الله عطاهم لينا. ولكن فاش تيفوت الحد الطبيعي ديالنا، تنتكلموا على مرض نفسي او مشكل. اهم المؤشرات والعلامات اللي كتبين لنا الاختلال في التوازن النفسي، كيف ما ذكرت سابقا، فاش هذاك لي زيموسيون تيفوت واحد الحد الطبيعي ديالهم، تيولي الانسان عنيف جدا، تيأدي نفسه، تيأدي الناس اللي معاه. والمؤشر المهم، اهم نقطه، هي فاش الانسان تيكون قبل اجتماعي، تيكون تيعيش بواحد الطريقه، يعني تيمارس الحياه اليوميه ديالو بواحد الشكل عادي طبيعي اجتماعي، تيولي ملي تيمرض تيولي عنده واحد الاختلال في التوازن. يعني الفرحه ما كتبقاش عنده، ما تيبقاش انسان مبتسم، دائما تلقاو عنده واحد الحزن، تيولي يميل للعزله اكثر، يعني حياه اجتماعيه ما تتبقاش. هاد العلامات هما الاكثر اللي تيبانوا لينا، هادو دي سين الارم باش الانسان يمشي يشوف لو بسيكولوج ويعالج المشكل. يقدر يكون اكتئاب، شي حاجه اللي ما مخلياش الانسان يكون هاني في الحياه ديالو، سواء في العمل او في حياته الاجتماعيه. المحافظه على الصحه النفسيه هي مسؤوليه شخصيه، لان الانسان ضروري خاصو يدير واحد المجهود باش يكون عنده واحد التوازن في الصحه النفسيه ديالو، لان ما يمكنش واحد الانسان غادي يساعدنا باش نكونوا في صحه نفسيه جيده. اول شيء تكون عندنا طاقه ايجابيه، افكار ايجابيه، لان الحياه فيها اشياء جميله واشياء يعني مشاكل، هذه بطبيعه الحياه ديالنا. ولكن هذوك المشاكل ديال الحياه اليوميه نحاولوا نتغلبوا عليهم بافكار ايجابيه باش نقدروا نتغلبوا عليهم، باش يكون عندنا واحد التوازن. هذا تنسميوه اون بسيكاناليز، التحليل النفسي، لو طرافاي سور سوا. لو طرافاي سور سوا هو نخدموا على نفسنا باش دائما نكونوا في صحه نفسيه جيده، ودائما تكون عندنا الطاقه الايجابيه كتغلب على السلبيات. وبالنسبه للمؤسسات والبرامج الصحيه والاجتماعيه، هما فقط يساعدوا. ما يمكنش انسان مثلا عنده اكتئاب او لا خوف وتوتر بشكل كبير غادي يخرجونا من هذا المشكل، هذا خاصو علاج نفسي. هادوك غير يساعدونا، هاد البرامج الصحيه والاجتماعيه غير تساعدوا الانسان باش يكون اجتماعي اكثر، يتلاقى مع الناس. اما العمل الاكبر هو الانسان خاصو يخدم على نفسه اكثر. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.